في الشق الميداني في قطاع غزة لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بسقوط آلاف الشهداء أو بالأحرى بارتقاء آلاف الشهداء والجرحى وارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى وتدمير المنازل والمستشفيات والبنى التحتية كاملة في العديد من مدن غزة لا سيما في المناطق الشمالية وخان يونس ودير البلح وتهجير السكان منها، بل ويضع نصب عينيه مدينة رفح المثقلة والمكتظة بالنازحين حيث ينوي العدوان عليها واجتياحها رغم التحذيرات الدولية المتوالية والتي لا تتوقف. الاحتلال لا يولي أهمية للتحذيرات ولا يضعها أمام عينيه، بل يعتزم قتل المزيد من المدنيين وتهجيرهم في خارج أرضهم، ذلك ما يستشف من تصريحاتهم الأخيرة والتي بدت واضحة لا لبس فيها. هذا وتواصل من جهتها فصائل المقاومة التصدي لمحاولات توغل العدو وتوغل الاحتلال على كافة محاور القتال. المقاومة تقول إنها توقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، بل وقتلت منهم الكثير ودمرت المئات من آلياته ودباباته وحتى طائراته المسيرة، وتؤكد أيضا المقاومة على صمودها المستمر. حديث أكثر حول التطورات العسكرية والميدانية في قطاع غزة المحاصر، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباشا قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق. باشا أهلا وسهلا بك في برنامج أخبار أسبوع، يعطيك ألف عافية باشا، حياك الله مساء النور. دعني أبدأ معك من التطورات الأخيرة. يخرج بالأمس أبو عبيدة بعد غياب لأكثر من شهر من التصريحات الصوتية أو حتى المتلفزة، ويتحدث عن الصمود ويتحدث عن وجود ما يزال آلاف المقاتلين في عقدهم القتالية ينتظرون الاحتلال الإسرائيلي، ويتحدث أننا أو أن القسام والمقاومة سوف تواصل المقاومة حتى آخر جندي في قطاع غزة. ما الذي يعنيه بعد أكثر من 134 يوما من هذه الحرب المستعرة على القطاع أن يكون هذا الحديث بلغة التحدي من قبل المقاومة عسكريا؟ تفضل. هذا صحيح حقيقة، يعني احنا كل يوم نسمع السردية الإسرائيلية التي تتحدث عن نجاحات وتتحدث عن تدمير وعن تفكيك وعن النصر القريب جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري أحيانا، وإن كان العسكري أقل يعني وضوحا في هذا المجال أو أكثر تحفظا على الأقل. والسردية الفلسطينية أو سردية المقاومة تقوم حقيقة على الأعمال الميدانية مباشرة والإعلان عن استهدافات وعن التفجيرات وعن التفخيخات وما إلى ذلك، فبالتالي هناك يعني لابد من أيضا أن تكون سردية ملائمة ومواجهة. صحيح. خصوصا أن الأيام الأخيرة شهدت الكثير من الإدعاءات الإسرائيلية عن مدى وحجم وعمق وكبر وضخامة الخسائر في المقاومة، ثم العملية تخليص الرهينتين أو المحتجزين التي اعتبرت إسرائيل بأنها عملا استثنائيا يعني كبيرا وقد يكون بوابة التحرير للأسرى وما إلى ذلك، فأعتقد كانت اللحظة مناسبة جدا. يعني المشهد العام كان يستدعي أن تخرج من المقاومة ما يقال حقيقة، خصوصا أن الجمهور بشكل عام كان بحاجة إلى رواية أخرى، فكانت الرواية حقيقة شاملة أولا ودقيقة ثانيا وواثقة ثالثا وأيضا محذرة ومنذرة، وأنا بعتبرها قد تكون أكثر رسالة قوة بثتها المقاومة حتى الآن، خصوصا أن اللحظة مهمة جدا سواء كان حالة الاشتباك السياسي المرتبط بالرهائن نعم أو حالة الإرهاصات الإسرائيلية والاستعدادات للذهاب عمقا إلى رفح ومحاولة أن تكون رفح هي المعركة الحاسمة، فبالتالي جاءت المقاومة لتقول نحن أكثر حرصا على أن تكون رفح معركة حاسمة ونحتاج إلى ذلك حقيقة، وأن السردية السياسية لم تعد تعنينا كثيرا إذا لم تحقق مطالب المقاومة والشعب في غزة وهي الانسحاب الكامل ووقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وما إلى ذلك، وأن المقاومة مستمرة حتى خروج آخر جندي من غزة. وهذه رسالة مهمة جدا حقيقة، لأنه الكل كان يعتقد أن قد تكون المقاومة يعني تعبت المستوى السياسي هكذا خصوصا أو ترضى بوقائع على مثلا تقدم بعض التنازلات، لكن أعتقد بعد تصريح الأمس لم يعد هناك مجال للشك أن المقاومة لن تقدم أي تنازلات محسوبة لهذه الصفقة مهما كانت. وبنفس اللحظة
أرسلت رسالة تحذير واضحة عن حالة الأسرى الفلسطينيين الإسرائيليين والصحية وتداعياتها السلبية القائمة يوما بعد يوم وخطورة مستقبلهم إذا ما تم الاستمرار بهذا التعنت والمنع الإسرائيلي لإيصال الأدوية والمعدات الطبية وحتى الغذاء وغيره من الدواء لجميع المصابين والمرضى سواء كان الفلسطينيين في غزة أو الأسرى تحت الأرض في الأنفاق. فبالتالي هذا هي حدية في الموقف واضحة لأن نتنياهو كان يتشدد في ذلك ويضع شروط حتى على وصول الأدوية إلى الأسرى. فبالتالي وكأنها رسالة واضحة إلى إسرائيل أن نتنياهو هو من يتحمل هذا المصير الأسود الذي ينتظر الأسرى إذا ما استمر بهذا التعنت. طيب أنت تتابع قاسد باشا خلال الأيام الأخيرة ودعني أقول خلال الأسبوع الأخير هذا الحديث المكثف والزخم في ظل التصريحات الإسرائيلية عن عملية في رفح في المستقبل القريب، ونسأل الله ألا تتم لأنها نتائجها سوف تكون كارثية إنسانيا ومدنيا على الأهالي في قطاع غزة، ولكن لماذا هذه الهالة الكبيرة التي يعطيها الاحتلال الإسرائيلي على أهمية تنفيذ هذه العملية عسكريا في رفح؟ يتحدث عن 10,000 مقاتل من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في رفح، يتحدث عن محور فيلادلفيا، وخاصة البعض قد ينظر هذا الموضوع أن مع كل الدمار الذي وقع في الشمال وفي مدينة غزة وفي الوسط وحتى في خان يونس يتحدث عن معركة مصيرية في رفح، لماذا عسكريا؟ لماذا؟ أكثر من سبب. أولا السبب الأول عسكري مباشر بحت. إسرائيل حتى الآن لم تحقق أي نصر واضح تقدمه للجمهور الإسرائيلي ولا للعالم ولا حتى لنفسه كقائد عسكري أو سياسي. فبالتالي رفح تعتبر المتنفس الأخير، وبالتالي هي تقدم رفح على أنها المكان المناسب لإعلان النصر الحاسم على حماس وتخليص الرهائن ولو شكليا. نعم، وهذا إعلاميا، إحنا الآن نتحدث إعلاميا. نعم. ولماذا هذه الهالة الإعلامية؟ يعني حقيقة واضح، هذا البعد واضح جدا، الانسداد في أفق تحقيق أي نجاح يمكن أن يقدم كمقدمات نصر حقيقة لا يوجد. حاولوا يطوروا تخليص الرهينتين أو المحتجزين بعملية برضو ثبت أنها مفبركة وأنها تمت بالدولار كما أعلن أمين عام حزب الله بالأمس، قال هذه تمت بالدولار، وهناك طبعا ترسيبات لكن نحن نتحفظ على ذلك. ومع ذلك بكل المقاييس عملية محدودة جدا ولا تؤشر ولا يمكن أن تكون نموذج لتخليص الرهائن، لأنه رهينة هؤلاء كانوا في ظروف مختلفة تماما وليسوا عند المقاومة الأساسية، لا عند حماس ولا أسرى القدس ولا حتى الفصائل الأقوى الأقرب إليها حقيقة. ومع ذلك الشغلة الثانية وهي مهمة أيضا كسبب، بيئة المفاوضات في القاهرة وبيئة الضغط لتقديم تنازلات، لأنه حقيقة نتنياهو اعتبر حاله أنه أصبح في مأزق حقيقي بعد أن قدمت المقاومة رؤية متكاملة لصفقة الرهائن وما يليها والمستقبل حقيقة، سواء كان لأشهر أو أكثر من أشهر. المقاومة لديها رؤية ولديها ظروف ولديها اشتراطات حقيقة، وكلها اشتراطات معظمها إنسانية، يعني ترتبط بمستقبل غزة وبالحياة وبالانسحاب ووقف اطلاق النار وفتح آفاق للمسار السياسي، علما أن المقاومة غير معنية كثيرا بالمسار السياسي، لكن ومع ذلك لم تغلق وبالعكس ساعدت على ذلك. لكن نتنياهو يعتبر أن الرضوخ أو قبول هذه الشروط وكأنه هزيمة أخرى أو هي الهزيمة الحقيقية إذا ما تم الموافقة عليها، وبالتالي أيضا كان في هناك نوع من توظيف رفح كوسيلة الضغط. طيب. لكن أيضا هناك سبب أخير. نعم. مهم جدا، وهي أن رفح هي الجغرافيا الأخطر في غزة، لأن الجغرافيا الرابطة بين غزة وسيناء مصر تجاه موضوع التهجير. نعم، هي 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 بالضبط، هي أيضا هي أيضا لكي يكتمل الخناق الكامل والطوق الكامل لخرق غزة لابد من رفح ولابد من محور صلاح الدين حقيقة حتى تكتمل وتعتبر غزة حقيقة سجن حقيقي لكل هو يريد أن يسيطر على محور صلاح الدين أو ما يسميه بمحور فيلادلفيا بشكل دائم. أعتقد لابد من الذهاب إلى رفح ليتم ذلك. طب هل واضح أن هناك الحديث إسرائيلي عن الاستمرار بالوجود في غزة والسيطرة الأمنية والسيطرة على حركة السكان وعلى حياتهم، وهو يعني مرة أخرى هو احتلال لكن بلغة الأمن وتأمين الغلاف ومستوطنات الغلاف. نعم. الموجودة والمشان أهلها
يرجع عليه. وهذا برضو أيضا بعد آخر موجود في المشهد من حيث وجهة النظر الإسرائيلية. بكل موضوعية باشا، اليوم الحديث عن حرب الاستنزاف الطويلة، ونحن في اليوم 134 لهذه الحرب الإسرائيلية الهمجية على الأهل في قطاع غزة، موضوع حرب الاستنزاف إن طالت، والحديث عن رمضان وما بعد رمضان، وأن تستمر عبر مراحل إلى أشهر أخرى، وهناك من يتحدث عن عام، وهناك من يتحدث من جانب إسرائيلي عن أكثر من عام، لصالح من حرب الاستنزاف عسكريا؟ موضوع المدني بكل تأكيد هناك معاناة قصوى ومعاناة عميقة للأهل والأشقاء في قطاع غزة. المقياس الحقيقي لقيمة الاستنزاف وآثاره هي كلفته. الآن انظر الحرب حتى الآن، من يدفع الكلفة الأكبر في الحرب؟ إسرائيل، سواء كان من حيث الأرواح أو الآليات أو الذخائر عالية الكلفة أو عدم وجود أي مقدمات لنصر، فبالتالي أو السمعة، حتى سمعة الجيش الإسرائيلي، فالكلفة العالية للحرب تدفع إسرائيل، وبالتالي المقاومة حقيقة حرب الاستنزاف لصالحها. أصلا جزء من نظريات المقاومة العملياتية والسياسية هي إطالة أمد الحروب والمقاومات، لأنه الأصل في الهدف هو إنهاك العدو وتكليفه كلف عالي جدا تجعله مضطرا أن يوافق على مطالب المقاومات بشكل عام، وهذا ما شهدناه في التاريخ حقيقة. يعني يجب أن يصل يعني أمريكا هي هزمت عسكريا أمام الفيتناميين مثلا؟ لا، هي هزمت أولا كلف عالي جدا، ثم سياسيا، ثم داخليا، وبالتالي اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا أكثر منها عسكريا. لكن من الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ هو العمل العسكري الذي تسبب بهذه الكلفة العالية التي تجعل القرار السياسي مضطرا أن يذهب بالاتجاه الذي يخدم مصلحة المقاومة، خصوصا أن المقاومات يعني هي تقوم على أسس مبدئية وأسس حقيقية وأسس شرعية وأسس حقوق حقيقية، فبالتالي الأمور مع بعضها تأتي لتصب بنفس الاتجاه. لكن الخاسر الأكبر في الاستنزاف هو الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية، ولعلنا الآن نسمع الكثير من التقارير عن عشرات المليارات من الكلف في 4.5 أشهر. فإذا كانت حرب طويلة، إسرائيل لا تزال تقصف، لا تزال قواتها في حالة عمليات وإنذار عمليات عالي، وتزال مشتبكة وفي حالة انفتاح عملياتي، وتحتاج إلى تزويد والاقتصاد والاحتياط برضو أيضا في حالة إنذار، فكل هذه الكلفة ستستمر، قد تكون بوتيرة أقل لكن ستستمر عليه. ما هي كلفة المقاومة العسكرية؟ محدودة جدا. المقاومة أدوات القتال وأساليب القتال تبعها محدودة جدا، وكلفها حقيقة لا تصل إلى يعني إلى 1% من كلف الجيش الإسرائيلي، خاصة لأنه الجيش الإسرائيلي ذهب إلى أبعد مدى في التدمير والقصف واستخدام الأسلحة والذخائر الحديثة، سواء كانت ذكية أو غير الذكية، والدبابات عالية الكلفة والآليات عالية، وكل ذلك حقيقة في هذه الحرب، ومع ذلك لم يصل إلى نتائج. ولم يصل إلى نتائج، ودليل على ذلك باشا يعني نعقب على كلامك، في شمال قطاع غزة ما حدث، وفي مدينة غزة عندما انسحب الجيش الإسرائيلي لعدة أيام، أو دعني أقول أسبوع أو أسبوعين، عادت المقاومة للانتشار في مناطق الانسحاب الإسرائيلي، والشرطة الفلسطينية التابعة لحركة حماس، وما اعتبر في ذلك أن لم يستفد شيء من حجم الدمار الذي كان موجودا في مدينة غزة، أو حجم القصف، أكثر من 100,000 قذيفة ألقيت على مدينة غزة وعلى الشمال. ما الذي يعني ذلك عسكري؟ لا شك الشمال هو نموذج واضح على عدم نضوج وصحة الرواية والرؤية الاستراتيجية لغزة ما بعد هذه الحرب حقيقة. الآن هم يعتقدوا أن المرحلة الثالثة المزعومة هي مرحلة الانتهاء، حماس غير موجودة، وبقي أن نرتب الأمور، نراقب ونحاول، إذا ظهر أي شيء من قبل حماس نتعامل معه بشكل مباشر. لكن ثبت أن حتى المستوى المدني والشرطي والخدمي لحماس نهض وعاد للعمل في شمال غزة، وها نحن نشهد الآن يوميا هناك عمليات قصف واستهداف إسرائيلي بالطائرات والمدفعية لأي حركة في شمال غزة. اليوم كان في عمليات كبيرة جدا في جنوب مدينة غزة، جحر الديك وشمال جحر الديك، وفي شمال مدينة غزة أيضا باتجاه بيت حنون. فبالتالي هذه الرواية وهذه السردية الإسرائيلية غير قابلة للتطبيق على الأرض. وأتى على ذلك أبو عبيدة أمس عندما صرح أن طالما أن هناك وجود إسرائيلي في غزة، فالمقاومة ستستخدم كل أساليبها القتالية ووسائل القتالية لكي توقع بها الخسائر الفادحة في آلياته وفي أفراده
وفي ضباطه وفي معداته وفي طرق تزويد وما إلى ذلك. وأعتقد آخر 48 ساعة سيارة القدس يعني بثت فيديوهات على أول شيء رصد طرق التزويد وثم استهدافها والحاق خسائر كبيرة فيها، وهذا يدل على أن طبيعة إدارة العمليات لدى المقاومة حقيقة إدارة شاملة وإدارة مشتركة في تعاون في تنسيق. هل يمكن أن نقول، أنا آسف المقاطعة باشا، أن يكون أن ما زال لدى المقاومة الفلسطينية منظومة قيادة وسيطرة حتى هذه اللحظة بشكل متين؟ بالتأكيد وقوي؟ بالتأكيد، رغم يعني كل الضربات الإسرائيلية يعني الفيديو بناء على ماذا؟ بالتأكيد أنا بقول لك لكي نكون موضوعيين مش عاطفيين. لا لا مش كما شاهدنا احنا البعض. شاهدنا فيديو أول أمس لمقاتل يحضر عبوة تلفزيونية وتحدث المقاتل. لاحظ المقاتل في اليوم 133 يحضر عبوة ويتحدث برسائل واضحة بلغة ممتازة بثقة عالية جدا في النفس بفهم عالي الموضوع حربه وقصته وكيف يقاتل وكيف ويرد على الإدعاءات الإسرائيل أيضا بالتفكيك وما تفكيك. فبالتالي هذا العمل بعد 133 يوم بهذه الكفاءة، وهذا أين الموقع؟ الموقع شرق خان يونس في أكثر المواقع حضورا للجيش الإسرائيلي واشتباكا مع المقاومة. ورسالة أبو عبيدة كانت واضحة أيضا. ثم أنه بالحسابات الطبيعية يعني المقاومة في 134 يوم قتال حقيقة إذا جينا نحسب خسائرها البشرية تحديدا محدودة، يعني لا تصل إلى إذا ما يتحدث في إسرائيل 100% غير صحيح، وأنا أعتقد أنها ستكون أقل من 5100%، وقد تكون من خلال رسائلهم وكلامهم. يعني هذا المقاوم كان حديثه يتحدث عن أنه إحنا بخير وكتائبنا شغالة وإحنا سنفكك آلياتهم وقواتهم. فبالتالي لا، المقاومة قادرة وقيادة العمليات. شوف هذه العمليات اللي إحنا بنشوفها بخمس دقائق هي تحتاج إلى استخبارات ومعلومات دقيقة من أين تشتبك وأين يكون موجود العدو وما هو السلاح المناسب في قيادة في سيطرة حقيقة. تتحدث عن أكثر من مقاومة وأكثر من عنوان وكلها عناوين رئيسية وكلها عناوين فاعلة، كيف تدار العملية المشتركة؟ أنت دورك وين وأنا دوري وين وأنت بس حدث. أعتقد لا، إدارة العمليات لا تزال في المقاومة بحالة عملياتية مثالية جدا حقيقة، وقد لا تقل كفاءة عن إسرائيل، رغم أن إسرائيل طبعا دولة يعني من الناحية العسكرية لديها ما لديها من الإمكانيات. لذلك يتحدث الجانب الإسرائيلي أن موضوع النصر كما يدعي نتنياهو ما زال بعيد المنال كما تقدر بذلك تقديرات استخباراتية إسرائيلية. نعم. أشكرك جزيل الشكر الباشا قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا. العافية.